3300 سنين اليوم فعالة قوية لازمة. لما انغلبوا اليهود لموسى عليه السلام قال اجى يتبكبك للنبي شريف صلى الله عليه وسلم. اجى قال له وتاخذ من كل الشعب رجال ذات قدرات يخافون الله أمناء مخلصين يكرهون الغش والخداع ووضعت عليهم على كل 1000 واحد وعلى كل 100 واحد وعلى كل 50 واحد وعلى كل 10 واحد. إذا شو شعيب علم موسى؟ إدارة. قبل الإدارة علموا كيف ينتخب القيادات، كيف ينتخب الحكام، إنه بده يكون رجل أمين، بده يكون يخاف الله ذات قيم. اشترى مادة ضد الأكاريوس بتنفعش بالمرة، اجوا قالوا نطلع، قصر شو عملوا هذا؟ نصيحة النبي الشايب لكم ما كانت من قبل 3250 سنة، ما تكونش تسمعوا منها، حرين أنتم. حملوا. فاضل المنصور قال هيك وفي الآخر ما ضبطتش، لا ما ترجعكم. فاخوان في مكافحة متكاملة او بسموها في الانجليزي IPM او بسموها في العربي يسموها المكافحة المتكاملة، يعني انت بتستعمل الكائن النافع وبتستعمل كل الكائنات النافعة الموجودة وبتستعمل فقط على الضرورة الرشات المبيدات. يعني اذا قلنا القطن كان رشوه 18 رشة في المعدل، اليوم برشوه 6 رشات، بس واجب علي إنساني وأدبي وديني إنه أحطه في الجو، لأنه إحنا بدنا تضل زراعة التفاح وبدنا يكون منها مربح منيح، وبدناش توقعه يوم من الأيام عن قريب ما حداش بيعرف في أزمة عويصة جدا، لأنه إذا بدكم تزيدوا عدد الرشات بدها التكلفة ترتفع بتصير الربح أقل. وإذا انكشف في المختبرات هون جابوا قالوا إنه تفاح الجولان فيه رواسب بسكر السوق لأنه صار في مزروعات ثانية من هالزيت. فلذلك شو لازم نعمل؟ وليش مش صعب يعني لازم نعمل زي ما بيعملوا فيه بسموهن موب يعني محكار وفتوح أخذوه عن الولايات المتحدة ريسيرش أند ديفلوبمنت يعني بحث وتطوير. اليوم في حوالي 11 مركز من الزيت. في مركز هذا اللي توجه إلي هون في جنوب الجولان. في مركز في بيسار أنا عملت معه أبحاث. شو هذا المركز؟ بيجي اليوم بتطلب منكم والمعلومات تقريبا صارت موجودة كلها في الكمبيوتر بتقدر تاخذها. لازم تعملوا استطلاع. شو يعني استطلاع؟ بيجي إنسان بيروح بشوف قديش كم ورقة ياخذها وبقعد في الغرفة وبفحص قديش العدد وفي تعليمات واضحه اليوم موجوده في دائره الانشاد ترش ام لا ترش، اما ترش حسب الرزنامه هاي ما بتمشي. فاليوم يا اخوان انك تيجي ترش على الرزنامه هذا غلط بطل متبع في العالم المتقدم ابدا قطعيا. يعني لا سمح الله بيجي يوم اللي انتم بتشوفوا زراعه التفاح بطلت تنفع، بطلت تتربع. بدنا بصير في مناعة، بدنا نزيد الرشات بقل الربح. ممكن يفحصوا ويجوا يعملوا فحص ولو عم بيعملوا زي في أمريكا يشتغل مع الكمبيوتر ويشوف لازم رش ولا مش لازم رش. أما الرش على الرزنامة هذا فيش يعني مجال ثاني، خدم سنة سنتين ثلاثة بده يخلق مشاكل عويصة وبده يقل الربح. بعدين في عندكم نماذج يعني اليوم جرانكم اليهود إنه عم بيشتغلوا حسب الطريقة الحديثة، برضه رشوا حسب الطريقة. لا خيي غلطان أنت، أنا سألت. يتوجب إخوان إنه الإنسان يكون، أنا برجع على المقولة التوحيدية ويحسب المؤمن التعلم والانتباه، فإذا علم ما الحاجة إليه فليعمل به ولا ينساه، وبرجع على كمان مقولة توحيدية ثانية، فالواجب على المرء العاقل أن يكون بعقله المميز لنفسه ناصحاً. إحنا لازم ننصح أنفسنا، نفكر، نعرف كيف. احنا جدا فخورين فيكم، فخورين في نشاطكم، فخورين في الانتاج اللي بتنتجوه، فخورين في تحصيلكم العلمي، انتم مثل وقدوه لكل دروس الشرق الاوسط.